ناخد تليفون. مدام سلوى اهلا بيكي. سلام. الو سلام يا سلوى. ايوه ازيك يا قطه بونا. اهلا بيكي. ازيك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. بصي يا قطه بونا، انا دلوقتي انا اخويا الصغير مات بسبب حسن، تمام؟ تاني حاجة بابا غسل المواعين وعاملة حاجتي، الاقي كمية نملة على الترابيزة وعلى المواعين، تمام؟ وحتى في الجملة. طيب ايه خايفة من ايه يعني؟ ما بلاش مخك يروح لبعيد يا سلوى. يعني يعني اللي سلوى بتقوله شوية، احنا احيان كتير يجي لنا اسئلة بتميل ناحية الخرافات او ان في يعني شغل شياطين الى اخره. الحقيقة يعني احنا بنتكلم على القوة، واحنا بنتكلم على علامة الصليب، وبنتكلم على مية اللقان، يعني قوة الكنيسة وقوة عمل الروح اقوى بكتير. بلاش نبقى خايفين قوي من الحسد، خايفين قوي. كل دي مظاهر ضعف، كل دي مظاهر ضعف. الانسان اللي سلامه بيضيع منه بسرعة، والانسان اللي بقلبه يميل ناحية الاحباط المستمر، او الانسان اللي كلمة تخوفه وحركة ان احنا نشوف حاجة يمين وشمال نقول اصل احنا معمول لنا عمل، اصل كل الكلام دوت، دي مظاهر ضعف. اللي قوي في المسيح، ثابت في المسيح، اللي بيتناول واللي بيصلي واللي عنده زيت الانديل يعني ابونا يجد هنه بيه، وعنده زيت القديسين والبركات وصور الملاك مخائيل حوالين داير، اكيد ما يبقى اقوى من ان هو يتهز من يعني في بعض المظاهر اللي تخوفه بهذا المنظر.